يلا سلمى، سي لو كارتي دو ماري اي دو كامين. رقم كام يا مس؟ ستة؟ رقم 6 يا حبيبي. ماشي. هتبقى ايه يا مس؟ هتبقى سون. لا انتبهي. سلمى، ماري وكامين يعني هم all ال افك اس او ال افك هم يعني؟ هم، اي لان اه ولدين هم وهم. ولد. ايوه. تمام، فاذا اي واحده. طب ثانية بس. طب سي، هتبقى سي. برافو، يلا اللي بعدها يا سلمى. سي لو سي دي توماس سي. سلمى، يا مس انا معاكي، لا بس بفكر بس. دي هتبقى دي طب ليش كم ولا واحد لا؟ موجود يا سلمى؟ سي دي دو توماس. لا استنى، انا بقول سي دي دو. توماس. انا كنت فاكر اصلا توماس ده، لا مش اللي هو اسم ولد، ان هو آلة يعني، كنت فاكر. لا طب مش هتبقى. طب استني بس، هو هتبقى ايه يا مس؟ هتبقى سون. تمام، يلا يا جمان يا أسماء. سي لانترينور دو سي جوار سي. ميسي يا جمان، عشان جاوبت اللي فوق. اوكي يلا يا جمانة، سوري انا عم بتلخبط يا جماعة. يلا لا ميسي، مش مشكلة. جمانة. امس بس بفكر فيها. تمام، هتبقى الأولى. برافو عليك، صح. اللي بعدها يا جمانة، ce sont les boules de Maxime et de Marc. Ce sont عندك ماكسيم بلاتر سي. سي. برافو، برافو جمانة. يلا يا أسماء، رح نزل الشاشة وتبلشي انت. أسماء صارت بالرقم 10. يلا يا أسماء، 10. سي لا فوتو دو لا فامي دو سارة سي. ماشي ميسي، يا فوتو مذكر لا مؤنث، مؤنثة، هتبقى لتر سي. letter سي. وين 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 ايه سافوتو. لا سي لا فوتو دو لا فامي دو سارة. بلا سافوتو. يلا رح نكمل. يلا يا أسماء، le نبتدي. père de Mathilde et de Marie est nageur. mère aussi est nageur. بدنا نحكي عن أمهم كمان. هتبقى اللتر دي. لر. برافو عليك، très bien. يلا راح نكمل مع سلمى. le maillot est à ce joueur c'est. سلمى اسمعيني، هي جوليا دي مس، اللي هي يعني ايه؟ يعني هي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا ايه؟ جوار لاعب سو جوار، فإذا أكيد لا مذكر. تمام، هو تمام ماشي، مفرد مذكر. هتبقى ايه مثلا؟ هتبقى سون. برافو. بس انتبهي سلمى في شغلة، أنا بتطلع على هيدي الكلمة وبختار ضمير يرجع لها. سو جوار اللاعب، فبحط محله إيل.
طب قول بدي احط صوم او سا او سي للمذكر والمؤنث، بتطلع على اخر كلمه، ما يوم مذكر انا عارفه هختار انت له قلت لي صوم. تمام، تمام يلا بعد واحده يا سلمى. لركات صوم افوس صوم. ماشي. هتبقى ايه مثلا؟ هتبقى فو ولا برافو، فوس؟ فو خلوني انا او اكمل ايه؟ الثنتين لانه ما بقى بدي اضيع وقت، خلص يعني خلص الوقت وسدنا فيهم. سو سون لي شوسور دو سون دو مون فرير، سو سون سي شوسور، سي لا ميزون دو مي جران بارون، سي لور ميزون. تمام، يلا على السريع بدي اخذ سكرين شوت، بدي امحي يا جماعه بسرعه لانه نحن تقريبا خلص خلصنا، فبدي اعطيكم هوم ورك تعملوه وبس. اوكي خلوني بس اشرح، هايدي اخر بارتي ومن بعدين رح لكم اوريفوار. اليوم بدي احكيكم عن الامبراتيف. شو يعني الامبراتيف؟ يعني الامر. نحن درسينه قبل بمره، ولكن هيدي المره فيكم تقولوا عم يرجع هيك يركزوا لكم اياه براسكم لانه هو مهم. طيب الامبراتيف يعني امر، يعني انا لما بدي اجي مثلا حتى لو اطلب منكم، فانا هيدا الشيء الطلب هو امر. يعني لما بقول سلمى اعملي دفوارك، فاذا انا عم بامر. لما بقول جمانة افتحي كتابك، أنا عم بأمر. هن صحيح طلب ولكن فيها أمر كمان. طيب كيف أنا بقدر صرف الأفعال بالأمر؟ يلي بدي إياكم تعرفوه أنه تصريف الفعل بالأمر هن بس هو التيب الأمر المثبت اللي هون، يلي راح أعلمكم عليهم بالأحرى هن هول. التابلويين الباقيين راح فسر لكم ليش حاطينهم، ولكن أنا ما بيهموني الصراحة. هلا هن شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الله، نفرض انتو اجا شي نهار مثلا اعتبروا انه انتو اجاكم شي مره فعل منكم دارسين وما بتعرفوا، وقالوا لكم حطوه بالامر. فانتو بهالحاله اذا طلبوا منكم فعل معين قالوا لكم حطوه بالامر، شو بتعملوا؟ قالوا بتتبعوا 3 خطوات. الخطوه رقم واحد بتكتبوا هذا الفعل مع تو ومع نو ومع بو وبتصرفوه بالمضارع. الخطوه الثانيه رقم اثنين بتشطبوا التو والنو والفو. الخطوة رقم ثلاثة إذا الفعل آخد أس وتصريفه بيشبه المجموعة الأولى أو هو من المجموعة الأولى بشيل أنا هيدي الأس. ولكن أنا نصيحة مني ما تفوتوا بهالتفاصيل، لأنه أنا بحس إنه الواحد يحفظ مجموعة أفعال كثيرة بيمشي الحال. بس كمان للي مثلا بيحس حاله ما بيحب يحفظ كثير أو ما بيقدر يحفظ كثير، هيدي الطريقة الصراحة بتساعد، ما حأنكر يعني. شوفوا ليكن هن 3 خطوات ليكو لاحظوا. رقم واحد نصرف الفعل في زمان المضارع مع الضمائر تشي نوفو، نحذف ضمائر الفاعل تشي نوفو، نحذف الاس من الضمير تشي اذا كان من المجموعه الاولى او افعال تشبه تصريفها المجموعه الاولى. فبصير عندي الافعال هن فرم فرمون فرمي. طب بتقولوا لي يا تيتشر انه ليش الامر بس فيه 3؟ لانه هل انتم فيكم تامروا شخص مش موجود مثل قيل او قال؟ قولوا لي انا اذا بدي امر فيني امر مثلا اقول له اخرج، هو منو هون اصلا ليسمعني وانا عم اقول له اخرج؟ كيف يعني؟ تمام، او مثلا بامر حالي كول كلي يا سعاد، ما بصير. يبقى الامر هو 3 افعال فقط. الاول بيعبر عن التو هون او هون ولكن لا يكتب، الثاني بيعبر عن النو ولا يكتب، والثالث يعبر عن الفو ولا يكتب. ليش لا يكتب؟ لأنه أنا بأمر، ما معقولة أمر شخص وحط الضمير قدامه. أوكي، ما معقولة أنا أمر وحط الضمير قدامه. يبقى الأمر يا جماعة مثل ما قلت لكم هو من دون ما يكون في عندي الضمائر. تمام، فإذا طبعا هول الأفعال كمان رح يكونوا للحفظ. هيك أنا بكون خلصت شوي ورح أبعث لكم كل شيء لازم تدرسوه على المجموعة. ولكن قبل بدي أقول لكم شيء، ما في شيء هون، بس ليكو حاطين لكم إنه إذا كان في نفي عادي بيجي النو قبل الفيرب والبا بعد الفيرب فقط. حدا عنده شيء سؤال بالنسبة لهيدي مجموعة الأفعال؟ اي نسمع. معلش تفضلي. انا عندي في الكتاب بتاعي جايب لي اللي هي لوي ال يو اي دي بتاعت ايه دي؟ ال يو اي اه ما بعرف الصراحة، اي
قصدك اي اي ال ال هيك لا ال لا لا ال يو اي ال يو اي اه هيك اه في الاختيارات وكده. الوي يعني ايل، هيدا ضمير توكيد بس بيجي مكان الايل يعني الهوا. اه اوكي احطها امتى؟ انت بتحطيه اه بس لما بتقولي مثلا انه هيدا الدفتر لألو الوي، ما بتقولي سلوكيه ايل، بتقولي سلوكيه الوي. بيكون غير مباشر يعني. مش قصة غير ايه بيكون غير مباشر طبعا اكيد. ايه برضه هو زي الوير وكده برضه زي شو؟ زي اللي احنا اخترناهم. صح مظبوط. بس هلا اللي قبل انت كنتي عم تختاريهم، لا كان هيدا عم بيكون موجود لتعرفي انت شو بدك تختاري اي اداة ملكية. اه فهمتي علي؟ ايوه تمام صبايا ما في مشكلة، إذا أنتم لقيتوا عندكم أي سؤال ارجعوا خبروني ما في مشكلة. تمام طبعا رح أبعت لكم تمام ديفوار سلمى وجمانة، بليز بدي الديفوار ضروري. داكور أسماء ما بخاف عليها بتعمل ديفوارة دايما، ورح أبعت شي حفظ بده يتسمع للمرة الجاية. سيكلير يا صبايا تمام يا قولي. مس ها يا مس اللي هو الواجب يا مس، يعني اللي هو كان اللي هو المرة اللي فاتت مش صححتي خالص. بتعرفي اني انا ما شفته، معلش سامحيني، لانه بعتوه لا انتو لا عادي. تليجرام صح؟ عندي مجموعه أو بالتليجرام اقسم بالله، مجموعه اذا بقول لك اذا بتفتحيها بس ما بتشوفي انت مين عندك، ما بتعرفي انت شو عندك، بتلاقي بس مجموعات مجموعات مجموعات، وحياه الله لهالدرجه. فانا الصراحه كنت عم فكر انه بس انتو بالذات ابعتوا لي اياه خاص واتساب بليز. بجد؟ طيب والله ماشي، بس انتوا هيدا اصلا انا الاوبشن كمان على بعت الكم، الواجب بس انا انتوا يعني تمام. مس يعني هو في الواتس يا مس. خلاص على الخاص بتاعك بعد كده. ايه ايه افضل مش في افضل التليجرام. ايه ايه افضل ماشي ماشي، لانه والله ماشي العظيم انا عم اتوه يعني بهي قصه التليجرام. ماشي تمام تمام يلا يا جماعه ماشي بشوفكم على خير ان شاء الله. اوروفوار. أوكي.